نرحب بكم مشاهدينا الاعزاء في نشرة اخبارية مفصلة تاتيكم من القاهرة، اهلا بكم. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية الرئيس إيرميتا رئيس جمهورية البانيا. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ومن المقرر ان يتحدث الرئيسان الى وسائل الاعلام عقب انتهاء مباحثاتهما. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة التحرك لموقع حادث محطة مصر برمسيس ومتابعة تداعياته. جاء ذلك خلال تفقده برفقة عدد من الوزراء لموقع حادث محطة مصر للسكك الحديدية في منطقة رمسيس. كما وجه مدبولي بسرعة اتخاذ إجراءات نقل الوفيات وتوفير الرعاية اللازمة للمصابين، وأكد أن المسؤولين عن الحادث سيتم محاسبتهم بأقصى درجة. مكالمة من سيادة الرئيس بالتوجيه أن الحكومة تتخذ كل الإجراءات الفورية للتعامل مع الحادث وتحديد المتسبب في هذا الحادث علشان نقدر يعني نحاسبه ونحاسبه بشدة ونحدد المسؤولية، لأن بمنتهى الأمانة انتهى بقى فترة أن احنا يعني نسكت على أي نوع من التقاعس والأخطاء اللي تؤدي بحياة المواطنين المصريين. حياة كل مواطن مصري غالي عليا وغالي علينا كلنا وعلى الدولة وعلى كل الناس، وبالتالي أي إصابة أو أي يعني وفاة لأي مواطن ده بيمثل ألم شديد لينا، والأهم بقى إن احنا لازم نعرف المتسبب في هذا الحادث ويحاسب حساب عسير علشان كفانا هذه الأنواع من الأخطاء. أو احنا طبعا لغاية دلوقتي ما نعرفش إيه أسباب الرئيسية للحادث، ولكن اللي أنا عايز أكد بيه للشعب المصري إن من سيثبت خطأه في هذا الموضوع سيتم محاسبه بأقصى درجات الحساب والمساءلة اللي تضمن حقوق أهالينا وأولادنا اللي توفوا النهاردة في هذا الحادث الأليم أو اللي أصيبوا. يعني احنا الحقيقة يمكن بناء على توجيه سيادة الرئيس تحركنا على طول، السيد وزير النقل نجيه هنا على طول، والسيدة وزيرة الصحة أنا وجهتها إنها ما تجيش على المجلس وتتحرك فورا على المستشفيات عشان تتابع حركة المصابين. معالي وزير الداخلية أيضا كان بيتابع معانا، السيد محافظ القاهرة الإطفاء والإسعاف كان متواجدين من أول لحظة عشان ينقلوا الجثث أو المصابين يتنقلوا للمستشفيات عشان يتلقوا الرعاية والعلاج. معالي وزيرة التضامن يعني جت معايا علشان نبدأ نشوف نحصر حصر كامل للضحايا سواء من الوفيات أو المصابين عشان نبدأ نتخذ الإجراءات اللازمة ليها. احنا كدولة طبعا كحكومة كلنا يعني هنتحرك فورا ونتعامل مع هذا الكلام ونحاول نخفف من أثار على الأسر الضحايا اللي بقدم لهم خالص العزاء لضحايانا اللي توفوا في هذا الحادث الأليم. وأنا بأكد مرة أخرى يعني احنا يعني انتهى عهد ان احنا يعني يبقى في نوع من السكوت على اي نوع من اعمال التقاعس، وان كل واحد هيتقاعس او يخطئ هيحاسب وهيحاسب حسابا عسيرا بناء على حجم الضرر اللي هو اصابه. وزي ما قلت لحضراتكم المواطن الروح المواطن المصري عزيزة علينا كلنا وكبيرة وليها ثمنها العالي جدا، واحنا خلاص يعني لازم ان احنا كل واحد النهاردة يبقى عارف هذا الكلام ان له يعني مكانته في بلده. احنا كحكومة
مش هنسكت على أي نوع من الإهمال أو الخطأ اللي هيثبت من تحقيقات هذا الحادث. طبعا في لجنة هتبقى على أقصى يعني وأعلى درجة من الفنية والحرفية، طبعا بجانب النيابة العامة هتكون بتاخد إجراءاتها، ولكن هناك ستكون هناك لجنة على أعلى درجة عشان تحدد من المسؤول والأخطاء تبقى إيه. وزي ما سيادة الرئيس وجه كل يعني التعامل الفوري أولا لتخفيف على ضحايا الحادث، ولكن الأهم أيضا تحديد المسؤولين عن هذا الموضوع والمحاسبة العسيرة لهم إن شاء الله. هذا وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق بالانتقال الفوري لفريق من أعضاء النيابة العامة إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته. وأكد بيان أنه عقب تلقي النيابة العامة إخطارا بوقوع حادث اندلاع حريقة في أحد القطارات بمحطة مصر بالقاهرة، انتقل فريق التحقيق إلى مكان الحادث لاتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق. تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الحالة الصحية للمصابين في حادث قطار محطة مصر بمستشفى الهلال. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الوزيرة وجهت بتوفير كافة الرعاية الطبية لجميع المصابين، كما وجهت بنقل كافة المصابين بمستشفيات الهلال والسكة الحديد جراء الحادث إلى مستشفيي معهد ناصر ودار الشفاء، وأشارت إلى توافر كافة الأطقم الطبية من مختلف التخصصات فضلا عن توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية. وذكر أن الوزيرة عقب تفقدها لحالة المصابين بمستشفى الهلال توجهت إلى مستشفى معهد ناصر للوقوف على جاهزية المستشفى لاستقبال المصابين والتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه. وكانت هيئة السكك الحديدية قد أعلنت عن انحدار جرار وردية واصطدامه بالحواجز الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر. وأوضحت الهيئة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالتصادم نتج عنه بعض الإصابات والوفيات.
إذا نذهب الآن إلى الزميلة دورية عاطف من معهد ناصر بالقاهرة لمتابعة هذا اللقاء مع وزيرة الصحة أثناء تفقدها المصابين في هذه المستشفى. بالفعل همام، نتابع معكم من هنا من معهد ناصر، وتنضم لي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمتابعة حالة مصابي حادث محطة مصر. معالي الوزيرة، يعني اطلعينا على عدد الوفيات والإصابات حتى الآن. الأول يعني بعزي أسر المتوفين وتمنى خالص الشفاء للمصابين. احنا نقلنا 20 جثمان أو 20 متوفي و40 إصابة، نقلناهم لمستشفيات الهلال وشبرا ومستشفى السكة الحديد. كان في الأول نقلنا يعني إخلاء عاجل، وبعد كده فرزنا الحالات، والحالات كلها دلوقتي بتتنقل جميعا الأربعين حالة لمعهد ناصر ودار الشفاء. بعض الحالات حالتها دقيقة شوية. يعني اطلعين على حجم وشكل الإصابات حتى الآن. إصابات حروق شديدة، إصابات حروق شديدة. مدى جاهزية المشافي لاستقبال هذه الحالات؟ لا احنا شباب الإسعاف وشباب المستشفيات بسرعة الإخلاء الآن من الحالات، وأتمنى الشفاء لجميع المصابين لأن في بعض المصابين حالتهم شوية حرجة. حضرتك كان ليكي جولة في مستشفى الهلال وحاليا في معهد ناصر، هل هناك مشافي أخرى أيضا غير دار الشفاء وهذه المشافي استقبلت حالات؟ احنا دلوقتي بنخلي على دار الشفاء ومعهد ناصر عشان نركز القوى البشرية والأدوية والمستلزمات والمتابعة، واحنا عندنا أسرة رعاية كافية في المستشفيتين، وفعلا بنخلي دلوقتي العربيات الإسعاف بتخلي الحالات علشان يكون في رعاية كاملة ليهم. هل في مازال في مكان الحادث أي إصابات ولا أتطلقهم جميعا إلى مشاكل؟ تم إخلاء مكان الحادث من كافة الإصابات. شكرا جزيلا. وكانت هذه كل التفاصيل من هنا من معهد ناصر همام، وعودة لك مرة أخرى في الاستوديو. الزميلة دورية عاطف من مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. تابعت معنا مع وزيرة الصحة في هذا اللقاء ما يتعلق بمصابي حادث قطار السكة الحديدية، هذا الحادث الذي وقع صباح اليوم في محطة رمسيس بوسط القاهرة. إذا مشاهدينا الأعزاء، كانت هيئة السكك الحديدية قد أعلنت عن انحدار جرار وردية واصطدامي بالحواجز الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، وأوضحت الهيئة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالتصادم نتج عنه بعض الإصابات والوفيات. ووزير الصحة في هذا اللقاء قالت أن المصابين والوفيات تم إخلاءهم إلى مستشفيات الهلال ومعهد ناصر والسكك الحديدية، وطمأنتنا ربما على أعداد وحالات المصابين في هذه المستشفيات. عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاء هاما مع سكرتير عام الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال اليوم الثاني من زيارته إلى جنيف. وكان شكري قد ألقى بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان وشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح. أشاد وزير الخارجية سامح شكري بالإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر، وأكد شكري في مقابلة تلفزيونية أن الرئيس السيسي نجح في خلق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي في مصر. وأشار شكري إلى العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تجري، ومنها بناء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية. وأشار وزير الخارجية إلى أن الرئيس يتابع بشكل دوري المشروعات القومية للإسكان والطرق والصحة.
أدان المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية حديث الرئيس التركي حول مصر وقيادتها السياسية، وقال إنها تعبر عن حقد وعن مواصلة احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية ومناصرتها. وقال المتحدث إن تلك المهاترات تأتي من جانب من قام بحبس وسجن الصحفيين الذين وصل عددهم إلى 175 صحفيا وعاملا بالمجال الإعلامي، بالإضافة إلى صدور أوامر باعتقال أكثر من 1400 مواطن تركي خلال أسبوعين، بالإضافة إلى فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفيا من وظائفهم الحكومية ومصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية إن ما اقترفه أردوغان امتد كذلك إلى الحكم بإدانة 27 أكاديميا تركيا بسبب توقيعهم عريضة في عام 2016 تدعو لإنهاء النزاع المستمر لمدة 30 عاما بين الدولة التركية والأكراد، مشددا على أن هذا السرد إنما يوضح عدم مصداقية ما يروج له الرئيس التركي. شهداء القوات المسلحة دوما ما يحفرون أسماءهم من نور في سجل العسكرية المصرية، وذلك بما قدموه من تضحيات لحماية أمن واستقرار الوطن. نظرات فخر وإجلال تراها واضحة في الأعين، ورغم ألم الفراق إلا أن فرحة الشهادة والتضحية من أجل الوطن لا تفرق قلوب أهالي شهداء مصر الأبرار. شهيد آخر يتشرف الوطن في أن يرفع اسمه عاليا، الشهيد عمرو فريد عبد الظاهر أحد رجال القوات المسلحة وشهيد محافظة أسوان الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية من أجل حماية أرض مصر. الشهيد عمرو فريد عبد الظاهر الحمد لله أنا ووالدته زرعنا فيه وفي إخواته حب الوطن وحب البطولة والمواقف الإيجابية طول حياتهم، وأقول كلمة أنني تربوا على الحلال وتربوا على الأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة وحسن التعامل مع الآخرين. التحق الرائد الشهيد بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 2008 وعمل بسلاح قوات حرس الحدود كابن من أبناء الوطن، رعى الله وضميره في الحفاظ على وطنه، فكان شرف الشهادة من نصيبه. كان يقول دائما أنا حالف اليمين من أجل مصر، من أجل وطني ومن أجل بلدي، وهو كان دائما يفهم العمل ويعرف شغله بطريقة دقيقة، لدرجة أن أسرار العمل كان لا يعطيها ولا يعرف أحد، حتى أنا والده أو أخيه الرائد محمد فريد أو والدته لا يعطينا أي معلومة من مواقفه. ومن أسوان إلى سوهاج لا يختلف الأمر، فأبناء مصر جميعهم مستعدون للتضحية للوطن. وهنا كانت الشهادة من نصيب البطل المجند رمضان عثمان الذي استشهد في إحدى العمليات الإرهابية التي استهدفت الجنود البواسل. كان حنين أحن أكتر واحد حنين، كلهم كويسين يعني وزنين كويسين وزنين، هو كان كويس وطيب والناس ترحب به، كل الناس كانت تحبه، الناس كلها كانت تحبه، أصحابه مع أصحابه مع القرايب ومع الناس كلها كان كويس وزين. الله يرحمه ويجعله في جنة رضوان مكتوبة له. هو يعني كان ما قالش قدامي بس كان يقول مع أصحابه يقول يجعلني شهيد، هو أتمناها ولقيها عند الله. أهل البطل رغم حزنهم الشديد لفراق عزيز غالا لديهم إلا أنهم يمتلكون من الإيمان ما يكفيهم للحديث عن ذكراه الطيبة، مجسدين أروع الأمثلة للانتماء للوطن وانتصاره في الحرب على الإرهاب. رسالة عاوز أقول لهم كل ما عاش شهيد ربنا يرحمه هو في مقام في جنة رضوان إن شاء الله، بس أدل أقولها لهم إن شاء الله كل ما ربنا يصبر أهاليهم كلهم. استشهد الأبطال وبقيت ذكرهم التي لم تغفل القيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الإشادة ببطولاتهم وتكريمهم وأسرهم عرفانا لهم بالجميل.
رحم الله الشهداء. تتواصل في محافظة الأقصر فعاليات المؤتمر الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول دور البرلمانيين في التصدي لتهديد الإرهابيين الأجانب والتحديات المرتبطة بها. يعقد المؤتمر بمشاركة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ومارتن شونغ بونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي والمستشار الخاص للأمين العام المساعد للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأنطونيو أوليفيرا رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والعديد من ممثلي المنظمات الدولية وأكثر من 120 برلمانيا عربيا ودوليا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الشائعات أبرزها توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتبادل البيانات الشخصية للمواطنين. المزيد في سياق العرض التالي. رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتبادل البيانات الشخصية للمواطنين، لكن الحقيقة تؤكد احترام الدولة لخصوصية وسرية بيانات مواطنيها باعتبارها حقا من حقوق الإنسان. كما رصد المركز شائعة توقف صرف العلاج الشهري لمرضى السكر من التأمين الصحي لحين انتهاء حملة فيروس سي، لكن الحقيقة تؤكد أن أدوية مرضى السكر متوافرة بشكل طبيعي ويتم صرفها بانتظام بجميع منافذ توزيع العلاج التابعة للتأمين الصحي. شائعة أخرى حول فرض ضرائب جديدة على المواطنين ضمن منظومة التشريعات الجديدة، حيث أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند. هذا ورصد المركز شائعة إهدار 60 مليار جنيه من أموال الأوقاف، لكن الحقيقة تؤكد عدم إهدار الوزارة أي مبالغ مالية سواء تلك الخاصة بالأوقاف أو أي من ممتلكاتها. كذلك تم رصد شائعة عدم استعداد الحكومة للتصدي للجراد نظرا لنقص مبيدات مكافحته، فيما تؤكد الحقيقة جاهزية وزارة الزراعة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد. كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة إلغاء امتحانات الصف الأول الثانوي للطلاب المصريين بالخارج، وأكد أن امتحانات الطلاب المصريين بالخارج بكافة الصفوف الدراسية ستعقد بشكل طبيعي وفقا للجداول التي ستعلن من قبل الوزارة. وتم رصد شائعات إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس في نظام التعليم الجديد، والحقيقة أن إجازة السبت سارية وفقا للمتبع كل عام ولم يحدث أي تغيير بها أو إلغاء. كذلك تم رصد شائعات إلغاء حصة التربية الرياضية بالمدارس، حيث أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على اهتمام القيادة السياسية بالرياضة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية للحفاظ على صحة الطلاب. كما نفى المركز شائعات فرض رسوم على الأمتعة الشخصية للركاب بالسكك الحديدية، مؤكدا أنه لم يتم فرض أو تحصيل أي رسوم على الأمتعة الخاصة والشخصية للركاب بقطارات السكك الحديدية. ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعات فرض رسوم دخول لمنطقة كورنيش النيل بالمنيا، لكن الحقيقة تؤكد عدم فرض أي رسوم لدخول كورنيش النيل بالمحافظة بعد الانتهاء من تطويره، وأن منطقة الكورنيش ستظل متاحة مجانا أمام الجميع دون أي مقابل مادي. وقعت مصر وكوريا الجنوبية مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وتعزيز مناخ الأعمال على النحو الذي يساعد في تنفيذ أهداف التنمية في كلا البلدين مع تشجيع التعاون الاستثماري بينهما. واتفقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر والرئيس التنفيذي للوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار على خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين في أسرع وقت بما يضمن زيادة الاستثمارات الكورية في مصر. أطلق مشروع رواد 2030 أطلق مشروع رواد 2030 الحملة التوعوية ابدأ مستقبلك بجامعة الإسكندرية تمهيدا لتعميمها على كل الجامعات المصرية واستكمالا لسلسلة ابدأ مستقبلك التي أطلقها المشروع في مدارس عدد من المحافظات. وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الحملة تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم دور ريادة الأعمال والخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم.
استعرض وزير الإسكان عاصم الجزار خلال اجتماع له أهمية الرصفة الخرسانية للطرق، ورحب الجزار بالتوسع في استخدام الرصفة الخرسانية مع الانتهاء من دراسات المقارنة الوافية، مشددا على ضرورة عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للشركات الموجودة. من جانبه أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير أنه تم تنفيذ 3 طرق بمصر بطريقة الرصفة الخرسانية، منها طريق السويس العين السخنة، ويجري حاليا تنفيذ طريق مطروح سيوة، مشيرا إلى أنه يجب الالتزام بالمعايير الفنية العالية لتنفيذ الطرق بهذا النظام. أعلنت مجلة ذا بنكر العالمية التابعة لمؤسسة الفاينانشال تايمز فوز وزير المالية الدكتور محمد معيط بجائزة أفضل وزير مالية على مستوى قارة أفريقيا لعام 2019، متفوقا على المرشحين الآخرين مثل وزير مالية نيجيريا. وذكرت المجلة المتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية أن أسباب اختيارها للدكتور محمد معيط نتيجة لنجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي وإسهامات الوزير وجهوده في الحفاظ على مسار الإصلاح في الطريق الصحيح وسط إشادات من جميع أنحاء العالم. وأكدت المجلة أن مصر تبنت ونفذت إصلاحات هيكلية خلال سنوات معدودة تعد الأكثر اتساعا في تاريخها الحديث. وذكرت المجلة أن المؤسسات العالمية تتوقع انخفاض مستويات الدين العام نتيجة الإصلاحات المالية. أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم تغيير موعد إطلاق المؤتمر الخاص بالكيانات المصرية بالخارج ليعقد في يوليو القادم بدلا من إبريل، وذلك استجابة لمطلب عدد كبير من ممثلي الكيانات بعقد المنتدى تزامنا مع الإجازة. وأوضحت الوزيرة أن المؤتمر يعد فرصة جيدة للتعاون بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج، وذلك لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية، ومن ثم الاستفادة من أطروحات الكيانات ومقترحاتهم في الاستثمار بمصر وخدمة المشروعات، مشيرة إلى الحرص على مشاركة أكبر عدد من كيانات المصريين بالخارج خلال تلك الفعالية. مشاهدينا، ننتقل الآن لمتابعة كلمة وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل جبير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وكذلك استخدام المدنيين كدروع بشرية، وكذلك ما يقومون به الذي مما يؤدي إلى الكثير من الضحايا، وكذلك استغلال حاجة الشعب اليمني لخدمة أهدافهم الخاصة. إن المملكة كذلك توفر جميع أنواع الدعم للشعب اليمني، ونساعد في تقديم المساعدة مقدارها 13 مليار دولار أمريكي، كما قمنا كذلك بتقديم مساعدة في سياق المؤتمر داعمي اليمن ما مساعدة مقدارها ملايين الدولارات. سيدي الرئيس، إننا ندعو إلى وضع حد إلى انتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان، بينما نتحدث عن الانتهاكات تجاه الشعب الإيراني على أساس العرق بما في ذلك هؤلاء الموجودون في منطقة الأحواز، وكذلك الانتهاكات العابرة للحدود بتدخلاتهم في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعم الطائفية والميليشيات الإرهابية. سيدتي وسادتي، في الختام إننا نؤكد على تصميمنا وعزمنا على المضي قدما لتحقيق وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة، وكذلك في دعم قضايا حقوق الإنسان إقليميا ودوليا، وكذلك نتعاون مع آليات وأجهزة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، وكذلك دعم إسهاماتهم للإصلاح ولتصحيح ما ولدعم ما يقومون به، وشكرا جزيلا لكم. أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أهمية الوصول إلى منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء، وكذلك توفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين في هذا المجال. جاء ذلك خلال الاجتماعات التي عقدها الوزير مع محافظي الأقصر وسوهاج والمنوفية لاستعراض آخر مستجدات منظومة النظافة في المحافظات الثلاث. وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة لتفقد 65 مصنعا لتدوير المخلفات الصلبة في المحافظات لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، مشددا على ضرورة تكامل عناصر التشغيل والبنية الأساسية والفرص الاستثمارية المتاحة لضمان نجاح المنظومة.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار حرص مصر على الاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي باعتبارها قوة علمية مشهودا لها بالكفاءة والدقة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع رئيس المجلس الأعلى لصياغة الخطة الاستراتيجية لليابان وكبير استشاري الجمعية اليابانية لتطوير العلوم، حيث بحث الجانبان مجالات التعاون بين البلدين في تكنولوجيا المعلومات وكذلك مناقشة المعايير والقواعد اللازمة لإنشاء كليات للذكاء الاصطناعي في مصر. وأشار الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية بوضع الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي وضرورة إعداد الطالب المصري وتنمية مهاراته العلمية. عقد وزير الاتصالات عمرو طلعت عدة اجتماعات على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة، حيث اجتمع مع مسؤولي إحدى الشركات العالمية لبحث التعاون في تصنيع الحاسبات اللوحية وتعميق التصنيع المحلية. كما ناقش مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فليكسترن العالمية التوسع في أعمال الشركة في مصر، بالإضافة إلى لقائه مع رئيس شركة عالمية أخرى لبحث إنشاء مركز لنقل المعرفة الرقمية في مصر لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. كما ناقش الوزير مع وفد إحدى الشركات فرص استثمار الشركة في مصر بمجال تصنيع الأجهزة اللوحية والهاتف المحمول. يبدأ اليوم البابا طهرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية زيارة إلى إبراشية بورسعيد، وتشمل الزيارة التي تستمر اليومين وضع حجر أساس كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا في حي الضواحي وتدشين كنيسة أبي سيفين في حي الزهور، كما يلقي عظته الأسبوعية مساء اليوم بكنيسة مار مرقس في بورفؤاد. بهذا الخبر نكون قد وصلنا لنهاية نشرة 12. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.